التنظيمات الوطنية واطلعت على المشاكل والصعوبات التي مرت بها تونس شقيقة بعد ثورة الليمون، وأرى أيضا المخاطر التي تهددها، ولكن مشاكل تونس لا يقدر على حلها إلا أبناؤها وحدهم. إني من هذا المكان أؤكد بأن الجزائر مستعدة للإسهام والإسناد والمساعدة في كل ما تحتاجون. وكسياسي مخضرم عشت معكم بهذه الفترة كل هذه التجاذبات السياسية في هذا الفضاء الإعلامي المتعدد الحر ومن خلال حرية التعبير الكاملة، فإنما توصلتم إليهم إلي واهتديتم له بالفطرة أو بالاكتساب من حلول عن طريق الانتخابات والتحالف، ثم ما توصلتم إليه أخيرا حوار بناء بين مختلف الأطياف السياسية وإشراف واعي من منظماتكم الراعية الحوار، فأرى بل أتمنى أنكم قاب قوسين أو أدنى من تجاوز الإشكالات للسير بسفينة تونس الشقيقة إلى شاطئ الأمان، محافظين على وحدتها الوطنية وتجانس شعبها الطيب الأبي وعلى مكانتها كرافد قوي من روافد أمتها العربية. ضيوفنا الكرام ولكن القريب الأخير، إلا أن أؤكد لأشقائنا في تونس أن الجزائر لها مبدأ ثابت منذ استقلالها، وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير. ولذا فإنما قمنا ونقوم به ليس تدخلا وليس وساطة، لأنه لا وساطة بين التونسي وشقيقه التونسي، لكن الإخوان الذين اتصلوا بنا من القيادات والأحزاب والتنظيمات وأطلعونا على رؤيتهم واستصحونا سواء على مستوى السفارة أو على مستوى القيادة في الجزائر، فلا ننصح إلا بما يفيد تونس وأهلها، ولا نقف في صف واحد مع هذا أو ذاك، فنحن على نفس المسافة مع الجميع، ولكن هذا لا ينفي عنا الاهتمام الدؤوب بشؤون تونس وأمنها واستقرارها. فواصل السيرة موافقين على طريق الحوار، الشعب التونسي وإخوانكم في الجزائر ينتظرون من القيادات السياسية المتحاورة الخروج بحل تنتصر فيه تونس أولا، ومغربكم العربي الكبير ثانيا، وأمتكم العربية والإسلامية أخيرا. والسلام عليكم وشكرا.